من الناس من يذبح لغير الله للتقرب إلى المخلوق، إلى الأموات، إلى الأضرحة، يذبح لغير الله فيشرك بالله الشرك الأكبر، لأن التقرب بالذبيحة إنما يكون لله عز وجل، لا يتقرب بذلك إلى غير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبيحة. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فجعل النسك قرينا للصلاة، وجعل النحر وهو الذبح قرينا للصلاة، فكما لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله. بعض الناس يذبح لغير الله، يذبح للأموات لأجل أن ينفعوه أو يدفعوا عنه الضرر أو يشفوا المرض الذي فيه أو في أولاده، يذبح لهم من أجل الشفاء والعلاج، كما يزين لهم شياطين الإنس والجن، يذبحون لغير الله عز وجل. وفي السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، كما في حديث علي رضي الله عنه.